مرحبا أحبائي الأطفال، اليوم درسي عن حرف الخاء وكتابته مع حروف المد. لنبدأ. اسمي حرف الخاء وصوتي أخ. اسمي حرف الخاء وصوتي أخ. ما هو صوتي؟ أخ. لي شكلان، شكل متصل وشكل منفصل. المتصل أي يتصل بالكلمة ويمسك بها، يكون في أول الكلمة. حرف الخاء له يد واحدة تمسك بالحرف الذي بعده، أما في وسط الكلمة فله يدان، يد تمسك بالحرف الذي قبله ويد تمسك بالحرف الذي بعده. أما المنفصل فيكون جالسا، فيكون لوحده بشكله الكبير، جزء منه على السطر والجزء الثاني تحت السطر. حرف الخاء يأتي في أول الكلمة مثل كلمة خشب، خشب. لنقطعها الآن معا. حرف الخاء جاء مفتوحا، بعده حرف الشين مفتوحا، فسوف يجلس لوحده لأن حركتان مع بعضهما لا يجتمعان على نفس الكرسي. خاء سوف تجلس لوحدها. الشين جاءت مفتوحة وبعدها حرف الباء مضموما، سوف يجلس الشين لوحده والباء لوحده، فتصبح الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع صوتية. خ ش ب. بخور، الكلمة جاءت الخاء فيها في وسط الكلمة. ب، الباء جاء مفتوحا بعده حرف الخاء جاء مضموما، فسوف يجلس حرف الباء لوحده ب. أما حرف الخاء جاء مضموما بعده حرف الواو وهو أحد حروف المد، فسوف يجلسان مع بعضهما لأنهما أصحاب، مكونان المقطع خو. والراء سوف تجلس لوحدها رو. أما حرف الخاء في آخر الكلمة مثل كلمة بطيخ، بطيخ. حرف الباء جاء مفتوحا بعده حرف الطاء جاء مكسورا، سوف يجلس حرف الباء لوحده مع الفتحة ب. أما حرف الطاء المكسور جاء بعده حرف المد الياء، وهما صديقان لا يفترقان، سوف يجلسان معا طي. وحرف الخاء سوف يجلس لوحده خو، بطيخو. تصبح الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع بطيخو. حرف الخاء مع المد القصير أي مع الحركات التي أخذناها، الفتحة، الضمة، الكسرة والسكون. حرف الخاء مع الفتحة خ، ومع الضمة خو، ومع الكسرة خي. أما مع السكون فيبقى صوته كما هو أخ. حرف الخاء مع حروف المد، وهي حروف المد الألف والواو والياء. حرف الخاء مع مد الألف خاء، ومع مد الواو خو، ومع مد الياء خي. إذن خا خو خي. حرف الخاء مع حروف المد في كلمات. حرف الخاء مع مد حرف الألف خا، أخ آ خا، مثل كلمة خاتم، خاتم. أما حرف الخاء مع مد الواو خو، أخو خو، مثل كلمة خوخ، خوخ. أما حرف الخاء مع مد حرف الياء خي، أخوي خي، مثل كلمة خي يار، خي يار. كلمات
بحرف الخاء. لننظر إلى الصورة الأولى. أنا أشاهد صورة خزانة. خزانة. تقطيعها الصوتي هكذا. خزانة. خزانة. أما في الصورة الثانية فأنا أشاهد صورة إبريق يخرج منه بخار. بخار. لنقطعها مع تقطيعا صوتيا. بخار. بخار. أما في الصورة الثالثة فأنا أشاهد فيها صورة فخار. فخار. تقطيعها الصوتي فخار. فخار. أما في الصورة الرابعة فأنا أشاهد فيها صورة خنافس. خنافس. تقطيعها الصوتي خنافس. إلى هنا أحبائي الأطفال، أكون قد أنهيت درسي اليوم. لا ننسى أن نحل وظيفتنا وهي كتابة حرف الخاء مع حروف المد. إلى اللقاء.